فما تهديدات كانوا في الفينال. والله بتيت ريبوبليك، اما نحن صارت نرفيس، صار بروفوكاسيون، خاطر احنا لعبنا في دوربان دومي فينال ومشينا جوانسبورغ باش نلعبوا الفينال. دونك في الترونسبور حطونا في اوتيل اون شونتي، معناها كمان ماهيش شويه معقوله في جو نتاع فينال كوب دافريك. قعدنا جي 3 4 سوايع ما حبيناش ندخلوا البيوت في الاوتيل هذاك، وبدات التدخلات وكلات بعضها وشنعتها الفيدراسيون تاعنا وكذا كذا باش حولونا للاوتيل اللي مقيمه فيه الكاف. معناها الفينال ليله الماتش دخلنا للاوتيل اللي فيه الكاف وفيه الناس اللي محترمه برشا والشخصيات الكبيره، اوتيل ولينا في نوع اخر. معناها من اللي كنا في اوتيل في شانتي ولينا في الاوتيل اللي فيه الكاف رسميا. بون الجو العام والجمهور البرا وكذا كذا، الحقيقه ما نعرفش، ما نجمش نكذب نقول صار بروفوكاسيون ولا حاجه. البروفوكاسيون صارت هنا في الاوتيل، في الحس، في التنرفيز، في التعب، خاطر احنا لعبنا دومي فينال بعدهم وكان تعب علينا اكثر. ممكن نلوم فيه رواحنا، ان احنا كنا بلوز وموا ساتيسفي، معناها اللي احنا وصلنا للفينال، معناها ما جاتش اكل اللي نزلت خطوه، ما امناش في مخاخنا 100% كلي نزلت خطوه دخلنا فكلي اللي عملناه فريمون اكستراوردينير وحاجه خارقه للعاده. نتصور هذا اللي لوم فيه نفسي، ما نلومش فيه البروفوكاسيون، ما نتصورهاش لعبه في التران، عملنا غلط في التران، مركونا منهم سيبري، هذه صحيح، وطحنا في اللوتو ساتيسفاكسيون. معناها في الاخر في لو سونتيمون دي جروب تحس فما حاجه كانت ناقصه، عرفت؟ حتى لابسون قاسمي الترابلسي كانت مهمه. بعد انت واسكندر زوز نفس البوست تقريبا، كيفاش كنت مع بعضكم زبايا؟ فما شويه لعبتوا مع بعضكم؟ تعودي ما شويه الكبار كل لعبنا مع بعض. اي بدعه ودي بدعه مستقبل في القهوه نشوفها توا، زوز دي ساعد مع بعضهم على. اي اما باو عملنا دي ساكريفيس، سورتو اني عملت دي ساكريفيس خاطر اسكندر ما ينجمش بدل برشا في الستيل نتاعو، عرفت؟ اني نبدل شويه في الستيل نتاعي، نلعب على اليسار بار اكزومبل. لعبنا في الكوب دي موند زوج مع بعضنا، لعبنا في لو فامو ماتش مصر وتونس وقت بعد ما توفى بلها الله يرحمه اللي ما لقيت فيه، واليميناتوار كوب دي موند وكل شيء لعبنا مع بعضنا. هنا في ان تري غرو ماتش لعبنا في الكوب دي موند ضد كولومبيا وضد رومانيا، معناها لعبنا برشا ماتشات اخرين. اول ماتش ليا ساعه لعبناه مع بعضنا اللي هو في غينيا بيسا، ربحناه 3-1 ظهر لي، ماركيتاني وعلي زيتوني تقريب وال حاجتي ناكو عادي حمروني. لعبناها مع بعضنا، معناها سي ما نعرفش مانيش كلي كاريمون فرد ستيل، عرفت؟ بوتيتر دي مينور دو جو اي، انا كانت عندي الكاباسيتي باش في مواصفات اسكندر فريمون نخلي الاسباس لاسكندر على خاطره فريمون. حاجه مش لازم نحكي، ما كانش فما ايفاليتي بيناتهم شويه، مستحيل مستحيل، تلمو اني جو ريسبكت لا بيرسون، مستحيل كانت ريفاليتي بيناتنا اني واسكندر. وبالحق معناها كنا اصحاب معناها بالحق، معناها ما تصورش قاش نحب الشخص هذاك على خاطر اسكندر باهي، عرفت؟ باهي شنو نقول لك، باهي معناها مش عدواني، عرفت؟ وصارت ريفاليتي مع دي جوار اخرين اما عدوانين، وصارت لي برشا معناها مش مره واثنين، وفي المانيا وفي تركيا وفين تحب. بتتر من الاكثر اللي فريمون تتاقلم معاهم واللي ما صارتش معناها مع حتى ريفاليتي رغم اللي العالم كل حب يخلقها اللي هو اسكندر. يعني كان النكته يحكيوها مع بعضنا، كان بلوت نلعبوه مع بعضنا، معناها بكل صدق هذا كل واحد يذكره فعله، هو مشى كل واحد على روحه، وعرفت وعنا قديش ما تلاقيناش. اسكندر نظيف، نقول لك واحد نظيف نظيف وشبعان، وفي الكورة نحكي لك على بوتنسيال لعبي برشا، موهوب مش ملاعب، رد بالك رد بالك اسلام، فنفرق بين الملاعب والموهوب، لو تالون بيور بيور، معناه نجم تلعب مع اسكندر تشوف انجاز تكنيك من وحي اللحظة، كيما عيادي حمروني حاجة تجي من عند ربي، ما تنجمش ساعات اسكندر ماذا بيك ما تقربلوش كرة متحركة، إلي كابابل دو فير دي جيست دو جيني،
شنو هو؟ صحيح. ما عنده عيب، وكان بخلي، بخلي وكيوفي، عرفت يعني، ما لحقتش هما صراحة الماتش اللي عاقر لعبوا بيه. البوست هذيك ديما زوبير يقول لك ما هو مش خدامه، يعمل على التكنيك نتاعو والقوه هذيك ما اسكندر، يخدمش. اسكندر مش امبيشيو، مش خدام، مش امبيشيو، عرفت؟ وكان جاء امبيشيو ممكن يمشي لبعيد برشا ويلعب لبرا ويعمل برشا حاجات. وجيت فاكر البيريود فهمتك. اللي مازلنا ما خديناش الطريق منا ولا منا، مازال الطريق الوسط ينجح. اسكندر كان في الطريق الوسط يلعب في السي اس اس سينيور ويقرا وما يسيبش قرايتي، ما نسيبش قرايتي، معناها جاء فيك في البريود اللي مازلنا ما عندناش مفصل في الموضوع، يا بروفيسيونيل يا تقرا. لا مازال وقتها نصيف، نصيف نقرا في الفاكولتي، اسكندر وقتها في الفاكولتي ويلعب في السي اس اس وفي ليكس ناسيونال، دونك المعادله ما كانتش سهله، اما هو عملها بصراحه. زوج اللي عشته ماني، معناها اللي عشته، ما قدر ما حضرت على محمد العقربي وطارق، ما حضرت عليهم، اما الموهبه نتاع عيادي ومتاع اسكندر ما شفتهاش بصراحه، ما شفتهاش بعد الجو.